أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيلي. نشكر في البداية كل الداعمين وكل من توصل معنا وكل من ساهم باقتراحته في تعزيز هذا المحتوى إلى مستوى أفضل وجيد، شكرا لكم. على عكس الأشياء التي تبدو واضحة، فإنها في كثير من الأحيان تحمل الكثير من المغالطات. فهل صحيح الكتاب العربي الأكثر مبيعا والأكثر تسويقا والأكثر رواجا على قائمة الكتب الأكثر مبيعا هو في حقيقة الأمر كتاب مسروق؟ يحقق كتاب تفسير الأحلام لابن سيرين نسبة عالية من المبيعات في المعارض التي تقام في الوطن العربي، ويتصدر قوائم الكتب الأكثر مبيعا على الإطلاق، وينتشر بأكثر من عنوان أبرزها تفسير الأحلام الكبير أو منتخب الكلام في تفسير الأحلام. وهناك أكثر من 60 دارا عربية للنشر وأجنبية تتسابق على نشر هذا الكتاب بطريقة أو بأخرى أو بإعادة نشره. وفي حقيقة الأمر أنها تساهم وتشارك في سرقته وفي تزوير نسبته بغية تحقيق مزيد من الأرباح. وضع الكاتب جون لامورو عام 2002 كتابا عن تأريخ علم التعبير لقرابة 100 مخطوط منسوب لابن سيرين، وأكد هذا الباحث أن ولو مخطوطا واحدا لابن سيرين. والتساؤل، التساؤل المنطقي، من وضع الكتاب في الأصل؟ ومن يكون صاحب الكتاب؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تزوير نسبة مؤلفه؟ يقول الكاتب إبراهيم صالح في مقدمة تحقيقه لكتاب الرؤية لابن قتيبية إن كتاب ابن سيرين هو في الحقيقة كتاب البشارة والنذارة في تعبير الرؤية والمراقبة لأبي سعد الخركوشي. ويضيف أن الأعلام والشخصيات الواردة في كتاب ابن سيرين هم في حقيقة الأمر قد عاشوا في القرنين الثالث والرابع، وابن سيرين توفي مبكرا عن عهد التاريخ عام 110 هجرية، وهناك فرق 200 سنة. وكذلك نجد في مقدمة الكتاب تعود صراحة إلى سعيد الخركوشي، مقدمة مقدمة الأستاذ أبي سعد أنواعي. وفي عدد كبير من الأبواب نجي ويبدأ ذكره قال يقول الأستاذ أبو سعد أنواعي. وفي حقيقة الأمر فإن أبو سعيد الخركوشي أو سعد الخركوشي هو عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، وهو واضع ومتصوف ومن فقهاء الشافعية، زار الحجاز ومكة ومصر والشام وبغداد، وطاف على هذه البلدان وتشرب بعلمها وحدث بها، حدث بهذه الأماكن وبمساجدها وبمزاراتها إلى أن وافته المنية، إلى أن توفي
سنة 407 خلف هذا الكاتب أو من كتبه دلائل النبوة، ويسمى كذلك شرف المصطفى وكتاب الزهد. ومعروف عليه هذا الرجل أنه كان زاهدا في حياته، وله كتاب أيضا تهذيب الأسرار في طبقات الخيار، والكتاب محل النزاع وهو البشارة والندارة وتعبير الرؤية والمراقبة. خلاصة القول إن سرقة الكتاب من سعيد الخركوشي ونسبه زورا إلى ابن سيرين مسألة قد تجاوزت تداعياتها جمهور العامة إلى جمهور الباحثين، وتحولت بفعل سيرورة الزمن إلى مسألة اقتصادية محضة غايتها جني مزيد من الأرباح على حساب مؤلف تم إقصاؤه لأكثر من سبب وقضية. تنتهي حلقتنا أيها السادة والسيدات، كان معكم عبد الثورة وأسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.